كمان سيادة الرئيس قال أنه بالأمس القريب أدى اليمين الدستورية على رعاية مصالح الشعب ومحافظ على سلامة أراضيه، والنهاردة بيعاهد الله أن يستمر في السعي والاجتهاد من أجل رفعة وعزة مصر وتوفير الحياة الكريمة لشعبها والحفاظ على أمنها القومي واستقلالها. شعب مصر العظيم، بالأمس القريب أديت اليمين الدستورية معاهدا الكل على رعاية مصالح الشعب ومحافظا على سلامة أراضيه، واليوم أعاهد الله أن أستمر في السعي والاجتهاد من أجل رفعة وعزة مصر وتوفير الحياة الكريمة لشعبها والحفاظ على أمنها القومي واستقلالها وريادتها ودورها الدولي، مؤكدا لكم على ما يلي: أولا، الاستمرار في تنفيذ إجراءات الإصلاح، الاستمرار في تنفيذ إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادي قائمة على توطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية. ثانياً، دعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسي التي بدت منذ إطلاق دعوتي للحوار الوطني في إبريل 2022.